السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أتكلم على الكابتن محمود شيكابالا، هو بيكلم مش عارف بيناشد صلاح ولا بيناشد مين، بيقول أنت أخويا الصغير صلاح تدعمني. يدعمك عليه؟ أنا مش عارف بصراحة دعمك على ايه او عن ايه، مش عارف. ايه موضوع الدعم ده؟ مش عارف. محمود شيكابالا مفكر عشان هو خد هياخد الدوري السنة دي، يفكر نفسه ان هو احسن لاعب في العالم او حاجة زي كده، احنا مش عارفين بصراحة. مشجع منتخب الشباب في المنتخب؟ طب ما انت بتلعب في المنتخب، عملت ايه في المنتخب يا كابتن محمود؟ ايه خبراتك في المنتخب او ايه اللي عملته انت في المنتخب؟ عارف بصراحة. على العموم اهو تشجيعك ليهم حاجة كويسة، مش هتزعل.